احنا ايه هو الاي سي دي، واحنا ايه اهميه الاي سي دي، وليه الناس فكرت انها تعمل حاجه اسمها اي سي دي. مبدئيا الناس اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز مور ذان 50% من الديث بتاعهم بيبقى نتيجه لسادن كاردياك ديث. سادن كاردياك ديث هو بروبلي اريثميك ديث بيحصل عندهم most commonly ventricular fibrillation، وده بيعمل sudden cardiac death، بعد كده بيوقف العضله. سواء بقى المود اللي انت شفت فيه العيان ان هو VF، او بعد كده شفته اسيستول، او شفته على برادي اسيستري، ممكن ان هو يبقى ابتدى VF وبعد كده حصل degeneration بعد كده للبيزلاين اللي انت شايفه دلوقتي. طيب مش دي قصة. طب ما هي لو قصة كده كان عيان الكارديوفاسكولار اللي عندهم مشكلة خلاص هركب لهم لما يجي لهم VTAC، هركب لهم بعد كده ICD for secondary prevention. لقوا ان السادن كارديك ديث ده ممكن يبقى الفيرست presentation عند يعني ناس كتير جدا عندهم unknown cardiovascular death، وبيجي لهم unknown قصدي cardiovascular disease، ويجي لهم out of hospital cardiovascular death. يجي اول presentation العين arrested بره، طب ساكن من غير ما يبقى عنده اي history في اي حاجة، وده بنسميه اللي هو unprovoked sudden cardiac death، اللي هو unexpected، العين ماشي عادي خالص وبعدين يarrest مرة واحدة. طيب معلش الناس القديم، ايه تعريف sudden cardiac death؟ يعني امتى اقول العيان ده مات جاله sudden cardiac death؟ يعني عيان، طيب مثلا عيان ما عندوش اي حاجه خالص، جاله chest pain وبعد كده راح المستشفى قالوا له عندك extensive anterior infarction، والراجل ده جاله VF ودايد بعد diagnosis within 2 hours مثلا، ده sudden cardiac death. sudden cardiac death معناه ان العيان بيموت within hours من الدياجنوزز بتاعه، يعني هو unknown قبل كده ان هو عنده حاجة، او عنده حاجة بس asymptomatic، يعني هو عارف مثلا العيان ده عنده congestive heart failure بس ماشي compensated وما عندوش اي مشكلة خالص، بس ما عندوش اي حاجة خالص وماشي within يعني less than 2 hours من الcomplaint he died. فده it can be defined as sudden cardiac death، بس مش sudden cardiac death معناه ان هو عيان سليم ومات، هو it is a sudden cardiac death برضو، بس sudden cardiac death تحتمل برضو الناس اللي بتكلم عليهم دول، ده في ال universal definition. يعني اما جم بصوا على sudden cardiac death لقوا ان 50% من كل cardiac death هي sudden خلاص، وده بيمثل واحد على 7 من كل المورتاليتي worldwide. فانت اما تلاقي حاجة تقدر تعمل secondary او primary prevention of sudden cardiac death معناها ان انت يعني عملت انجاز فظيع، ان انت قللت المورتاليتي markedly. اوكي طيب القصه دي بقى، لو انت عيان جاله sudden cardiac death واحنا قلنا ان دول نسبتهم كبيره out of hospital، فاحسن الظروف في احسن حته في التاريخ لو عندك اللي هو الديفيبريتور اللي في الشارع، السرفايفل من out of hospital ده ما يزيدش عن 20%. يعني انت لو انت في اوروبا وعيان ده ارستت في محطه القطر ولقيت عندك اللي هو الديفيبريليتور متعلق على الحيطه ده واستخدمته، الاوت اوف هوسبيتال سيرفايفل ما يزيدش عن 20% برضو. فما بالك عندنا، عندنا يعني انا شايف ان اوت اوف هوسبيتال سيرفايفل ما يزيدش عن 1% باي حال من الاحوال، وين هوسبيتال كمان. بس الفكره ان اوت اوف هوسبيتال ده لو العيان صغير في السن ممكن يستحمل شوية a period of sudden cardiac period of cardiac arrest. يعني لو العيان ده 30s 40s ممكن الميوكارديوم بتاعه والبرين يستحمل a part of few minutes of cardiac arrest لحد ما حد يلحقه ويعمل له CPR. اوكي لكن طبعا older ages لا، survival is يعني near zero. اوكي طيب بص، هو حصل حاجة كده في الكمبيوتر انا مش فاهم هي ايه الحقيقة. لا اوكي خلاص، لا ان شاء الله ما فيش مشكله. طيب الباثوفيسيولوجي يعني بتاع سادن كارديك ديث ما اعتقدش يعني هتبقوا انترستد فيه قوي، بس هي القصه يعني القصه كلها بتتكلم على الاتي، ان العيان عنده حاجه اسمها سبستريت، والسبستريت ده بيجي له تريجر. السبستريت ده عاده عباره عن اريا of abnormal conduction، سواء بقى سكار، سواء فايبروزز، سواء حتى فيها اناتوميكال بارير، وبيجي عنده تريجر. التريجر ده عاده بيبقى بريماتور فينتريكولار كونتراكشن، وهي تريجرد بايه؟ بالكترولايت امبالانس، بسكيميا، بهايبوكسيا. الحاجات دي كلها ممكن تعمل تريجرز وتعمل القصه دي. دي الاوفر اول باثوفيسيولوجي. وبعدين بيخش في سيركت بتاعت في تاك في اف، ده المود اوف ارست ان موست اوف ذا بيشنتس. فينتريكولار تاكيكارديا 62% VF primary أو تورساد، دول بقيت يعني ال 20% الباقيين. برادكارديا uncommon هي 17%، وعادة بتبقى قبليها يعني سكيميا، inferior سكيميا بالتحديد، وتعمل برادكارديا يخش في أسيستول. أوكي؟
طيب في نقطة كده هكلمكم عليها سريعا في البرزنتيشن دي، حاجة اسمها ال wearable defibrillator. حد سمع عنه حاجة القصة دي؟ عارفينه؟ طيب هو ايه ال wearable defibrillator ده؟ القصة كالآتي، ان انت الجايد لاينز بتقول لنا زي ما شريف هيقولكوا كده، انت تركب الاي سي دي ده 40 days after the event، يعني 40 days after العين يجيله مثلا myocardial infarction. طب ايه اللي هيحصل في 40 days الاولين دول؟ ممكن عين يموت هو مش مركب الاي سي دي. طب هو ليه 40 days طلعت منين اساسا؟ حد عنده فكرة؟ طلعت منين القصة دي؟ مش عارف برضو. هقول لك حالة ما هي مورتاليتي بنفيت. بص هم عملوا ترايل على القصة دي، لقوا ناس بتركب بعد الام اي على طول وناس بتركب ليتر اون بعد 40 دايز. لقوا ان اللي بيركبوا بعد 40 دايز دول ليهم سيرفايفل بنفيت احسن. ليه؟ لان اول 40 يوم دول العيان ممكن يجيله اريثميك ايفنت، يعني يجيله فنتريكولار ستورم زي ما بنقوله، فالجهاز يبقى كانه ملوش لازمه وخد شوكس على الفاضي. ممكن العيان ده يجيله بروجريسيف هارت فيلير ويموت من الايفنت، مش الاريثمياز نفسها. عشان كده بيقول لك بعد 40 يوم مش هتفرق. تاني حاجه ان يعني دي حاجه ثيوريتيكال، يعني ان الفولنربل مايوكارديوم في اول فتره دي لو عملت انترفنشن ودخلت ليد بتاع الاي سي دي ممكن انسنس اوف بيرفوريشن تبقى اعلى، اوكي، وممكن تبقى هو ده نفسه انفايت اريثمياز انترودكشن اوف اليد. لكن ستيل العينين دول في اول 40 يوم ممكن يجي لهم اريثميك ايفنت وممكن يموتوا. فعملوا ترايل اسمها الوير ات ترايل. دي كانت على اللي هو الويربل ديفيبريليتور. لو ان العين ده يا عم روح عادي خالص بيتكم في اول 40 يوم بس البس البتاع ده، لقوا ان المفروض ان ده بيحسن المورتاليتي. ولقوا ان في علاقه كده فيري انترستنج، يعني ان كل ما زادت الانترفال بعد الايفنت كل ما نسبه او الانسيدنس بتاعت الاريثميا بتقل. يعني العيان ده في اول سنه بعد الانفاركشن ات هاي ريسك انه يجي له اريثميك ايفنت، بعد اول سنه لو عدت عاده مش هيجي له حاجه خلاص. فدي يعني قصدي الوارد، عشان لما يجي شريف ما لو انت رجعت الباثوفيسيولوجي، البريزنس اوف سكار نفسها، هو طبعا الريبرفيوجن بيقلل الانستنس دي، بس البريزنس اوف سكار اكيد اي عيان هيعمل ريبرفيوجن هيفضل عنده حته سكار. السكار ده نايدس او سبستريت فور اريثميز، فيعني whatever للمايوكارديوم بالظبط. عشان كده برضو بعد 40 يوم لازم تاسس الفانكشنز تاني وتشوف العيان ده اليجيبل للاي سي دي ولا لا از برايمري بريفنشن. طب سؤال تاني كده بالمناسبه الكلام ده، لو العيان ده جاله خرج روح البيت وبعد 2 ويكس جاله في تاك، ده يبقى انديكيشن فور اي سي دي ولا لا؟ 2 ويكس طب هو 40 يوم دول في البرايمري ولا السكندري بريفنشن؟ لا سوري، ال40 يوم دول 40 يوم دول فور برايمري بريفنشن. لكن لو عيان روح وجاله في البيت بعد اسبوعين في تاك او اريستد او طبعا هتطمن الكورونرز ليس بيتنت، بس ساعتها هتركب اي سي دي فور سكندري بريفنشن، وده مش لازم تستنى الاندكس بروسيجر بتاع، قصدي مش لازم تستنى ال40 دايز اللي بنتكلم عليهم خلاص. بس السؤال within 48 ساعة. لا 48 hours دي primary arrhythmias. primary arrhythmias ممكن تبقى reperfusion، ممكن تبقى اي حاجة دي تساب. اوكي طيب دي الاسباب بتاعت sudden cardiac death اللي احنا يعني كلكم عارفين. قولي لا طبعا انت بعد 40 days بتأسس القصة في primary prevention، بعد 40 days تأسس الفانكشنز تشوف العين ده eligible for primary prevention ولا لا. يعني افرض انت بعد الريفاسكولايزيشن لقيت الفانكشنز بتاعته 45%، لا ده مش indication. طب اسألكم مثاليا، طيب ده في سؤال تاني، عيان اسكيميك جاله anterior وعملنا له primary LAD وخرج وروح كويس جدا الفانكشنز بتاعته 40%، اوكي وروح هو العين في البيت دلوقتي وما جالوش اي حاجه. اوكي العين ده كان عنده سيركمفلكس في توتال اوكلوجن وكان نون اليجيبل فور ريبرفيوجن. اوكي العين ده بعد ما روح بعديها بشهر
جاله في تاك وارستد على في تاك وخد واتلحق يعني ورجع وكده. صورته تاني لقيت الستنت بتاعت ال LED patent والسي اكس سي تي او ونوت اليجيبل فور ريبر فيوجن. نعمل ايه؟ يعمل يركب اي سي دي لا اتس ا كلاس 1. طالما العيان ده نون اليجيبل فور ريبر فيوجن لازم يركب. يعني افرض مثلا جالك عيان سكيميك عنده مالتي فيزلز وانت عملت تو فيزلز وسايب الثالث ما يتعملش, يعني بقى فيري سمول اكستنسيفلي ديزيزد مش سهل انه يتعمل انترفنشن. بالظبط بالظبط اتس ريفرسبل كوز. يعني قصدي سؤال تاني, طيب عيان بهذا الشكل جال ماشي في الشارع وارستد وانت جيت صورته لقيت عنده ال اي دي, فتحت ال ال اي دي خالص ومفيش اي مشكله بس لقيت عنده ال ال سي اكس ورايت كرايم ما يتفتحوش, هل العيان ده يركب اي سي دي ولا لا؟ هو جاله في تاج بره وانت لقيت ال اي دي محتاج يتعمل عملته بس عنده توتال ال سي اكس ورايت كرونري والفانكشنز 40%. مش ده يعتبر اندكس ام اي دي ابسوت ام اي؟ جاله تشيست بين, جاله تشيست بين وبعدين اتصور. هتعرف فين ان هو ال ال اي دي؟ طب احنا ازاي مش معتبرين دي نون اس تي اكيو كرونيك سندروم؟ ماشي ماشي اتس نون اس تي اكيو كرونيك سندروم. والترند بتقول ان انت ودن 48 صح, مش هتركب في اول 48 ساعه بس انا اركب العين ده قبل ما يروح علشان في حاجات تانيه, عشان انا مش عارف ايه اللي عامله الفي تاك. انت عارفه؟ لا. طيب عنده سكار وعنده حاجه قفلت او يعني السكار دي عملت يعني ستيم يعني بتريجر من البي في سي من وات ايفر وانت ما عملتش كومبليت ريفاسكولاريزيشن. بالظبط ولا حاجه نتيجه السكار؟ في عيانين كتير بيبقوا بالشكل ده بيبقوا ان ذا ايفنت, يعني سي العيان ده الريزلت بتاعته بوزيتيف انت نون ستيمي وجاء وكان برزنتيشن بتاعه بفي تاك او حتى ستيمي وكان البرزنتيشن بتاعها في تاك, اركبه ستيمي؟ يعني العيال جاي ارستد في الشارع دخلته رجعنا ساينس ولقينا فيه ستيلي لا لا ده لو في كالبريت ليجن واحد وعنده بقيه الفيزلز نورمال لا دي حاجه ثانيه. طيب لو العيان ده ارستد في الشارع في تاك ولقيت انزايمز بوزيتيف ساعتها الموضوع هيختلف, هركب له وصورتي وصورت لقيتي نفس ايه المنظر لا. مش هيختلف طالما ما عملتيش كومبليت ريفاسكولاريزيشن هيركب, يعني في كل الحالات ما عدا في الستيمي اللي فيها كالبريت. بالظبط ما عدا الستيمي فيها كالبريت وبقيه الفيزلز ما فيهاش حاجه. اوكي اوكي متفقين؟ يعني قصدي البيز لاين في التفكير بتاعك انت مش عارف ايه اللي عمل الاريثميك ايفنت, هو طبعا كومنلي يبقى تريجرد بالاسكيميك ايفنت الجديد لكن السبستريت موجود. متفقين؟ لا انا بتكلم على عيان عنده نون امنبل فيزلز فور ريفاسكولاريزيشن. لا 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 لو التانيين امنبل فور انترفنشن هيتعملوا بعد كده وجاله في تي يركب. دي سكندري بريفنشن اتس نوت برايمري. انت عايز تعمل اي بي ستادي يعني؟ عشان تعرف. طيب اي بي ستادي يعني في الـ في الـ في الـ في الاي سي دي ترايلز كلها, يعني لو رجعت الماست والحاجات ترايلز دي كلها مينيمال رول حتى تلاقيها في الجايد لاينز كلاس 2 بي او 3, فيعني اي دونت ريكومند اي بي ستادي يعني يعني في البيز لاين بتاع البيشنتس دي. اوكي طيب الكلام اللي جاي ده كله على يعني ايه الكوزز بتاعت السادن كارديك ارث يعني الفي تاك اللي ممكن يحصل. حاجات انتوا عارفينها اسكيميك هارت ديزيز المايوباثيك بيشنتس سواء دايليتد هايبرتروفيك او اي ار في سي فالفولار ديزيز ميتر برولابس هنتكلم عليه سنه بسيطه. كونجنيتال هارت ديزيز طبعا كونجنيتال هارت ديزيز اللي هو بنقصد بيه هنا مش الكترولايت امبالانس بس نقصد بيه الابنورمال اوريجين بتاع الكورونريز. اوكي اللي هي الكورونري معدي ويذن البالمونري ارتريز فممكن يجي له
sudden cardiac death. اوكي البرايمري اكتيف سيرولوجيك ابنورماليتي اللي احنا عارفينها كلها لونج كيو تيز كلها البروجادا الايرلي ريبولاريزيشن الكلام ده كله البالمونري امبوليزم اورتيك كل حاجه اورتيك دايسكشن سيفير اورتيك ستينوزز يعمل اريتميك ديث. اوكي الميترال برولابس ايه رايكم بقى؟ هل ده حاجه فيري بيناين زي ما احنا عارفين ولا حاجه ليها الموست كومن بس بيجيب ساينس تاكيكارديا يعني يجيب بالبيتيشنز يعني فمش كل ميترال برولابس از مالجننت بس مش كل ميترال برولابس تتعامل معاه على انه فيري بيناين كونديشن بالذات لو العيان ستيل كومبلينينج. اوكي البرولابس لقوا ان هو ريسك فاكتور اوف سادن كارديو ديث بالذات في الناس اللي عندها فاميلي هيستوري. اوكي وفي شويه ايكوكارديوجرافيك يعني ابنورماليتيز مش الميترال برولابس اللي حته بس بتبقى في الاف اف الاي تي ام والاوفر دايجنوزز لا ده ليه كرايتيريا وليه شويه ريدندنسي في الميترال فالف ليفليت عشان اقدر اقول لك هو سيجنيفيكانت ولا لا. اوكي اسوشيتد معاه كمان عشان تقول ان هو مالجننت يبقى عنده ريبولاريزيشن ابنورماليتي في الاي سي جي. ماشي الكلام ايرلي ابيك مثلا او اي ريبولاريزيشن ابنورماليتي سواء بقى كيو تي طويله قوي سواء عنده الايرلي ريبولاريزيشن او اس تي اليفيشن في الانفرالاترال ليدز وبرولابس ساعتها تكونسيدر ان هو مالجننت. طب مالجننت يعني هعمل ايه؟ هخوف العيان اقول له لا تركب اي سي دي؟ لا العيان هيعمل هولتر ونشوف اذا كان بيجي له مالجننت اريدمياز ولا لا نسال على الفاميلي هيستوري نسأل على history of syncope أو حاجة زي كده وبعد كده ناخد decision والمين ستاي برضو يفضل في التريتمنت هو بيتا بلوكرز at first وبعد كده نشوف بعد كده لو احتاج حاجة arrhythmias ولا لا. الايه ده؟ نو لو associated لو قال لك انا associated معايا symptoms مع الستريس ماشي ساعتها نعمل حاجه تانية. هو بيطلع كل شويه مسج كده عندي مش فاهمها استاذ وانا بقفلها كل شويه change the color keep the current but ask me again don't show the message. خلاص يا عم قفلنا بيسجل بس اهم حاجه تمام. صوتك طالع في الاستوديو كده التحليل ما انا بمنتجه. طيب انا حاسس ان انا بخش على محاضره شريف كده يا جماعه اللي هي الانديكيشنز. اوكي احنا نخش على الـ على الـ على البروجرامنج احسن صح. هسيبها لكم طيب ده الهيستوري اوف ترايلز بتاعت الاي سي دي يعني امتى قالوا الاي سي دي ده حاجه يعني محترمه ونستخدمها. هيبتدوا الاول بالسكندري بريفنشن ترايل اللي هي الافيد والسيدز والكاش. الثلاثه ترايلز دول اللي طلعوا الانتي اريثميك دراجز من اللعبه خالص وقالوا ان كلاس 1 انتي اريثميك دراجز از كونترا انديكيتد فور ستراكشر هارت ديزيز لانهم في اول كام ترايل من دول كانوا بيجربوا البروبافينون في العينين دول لقوا ان ده بيزود المورتاليتي فقال لك لا اي عيان ستراكشر هنوقف الانتي اريثميك كلاس 1 ويبقى الاي سي دي هو اللي الابر هاند في القصه دي. اوكي طب حد يعرف ترايل فيها الاميودارون؟ ها مش احنا بنستخدم اميودارون في العينين دول؟ ايه بقى الترايل اللي قالت ممكن نستخدم اميودارون؟ لا في اتنين ترايلز واحده اسمها اميات واحده اسمها كاميات ترايلز دول كل كانوا فيهم اميودارون ارم واميودارون ارم يعني طبعا هو in comparison to ICD لا هو inferior بس ما كانش بيزود mortality والكميات بالذات مطلع ان هو لي mortality benefit من غير ICD طبعا فعين medical therapy وعين خدوا اميودارون. اوكي طيب ال primary prevention اللي هو المادت 1 ومادت 2 طبعا ده اللي عينين primary prevention بعد MI بتاعت الهارت فيلير احنا فين الكمبانيون والسادن كارديك ديث هارت فيلير مادت CRT رافت ريفيرس بس الاخرانيين الرافت والريفرس دول والماده سي ار تي دول اكتر يعني لو بصيتوا على التراي بتاعت ماده سي ار تي دول عينين مايلد هارت فيلير نيا كلاس 1 نيا كلاس 2 وكانوا بيحطوا فيهم سي ار تي دي او اي سي دي بس هم كانوا بيكمبير السي ار تي دي مع الاي سي دي ماشي ولا ايه فلقوا ان عينين سي ار تي دي
بالظبط اللي هم الميديت كرايتيريا اللي هم ليفت باندل اكتر من 150 اللي هم الفيميل الدايركت مايوباثي ريجكشن فراكشن طبعا كان ليس ذان 30 في العينين دول, لان دول بيتحسنوا اكتر مع السي ار تي دي عن الاي سي دي اكتر من ناحيه مورتاليتي وهارت فيلير هوسبيتاليزيشن. اوكي الرافت والريفرس كانوا برضو على عينين مايلد هارت فيلير. اوكي الكومبانيون لا دول مايلد هارت فيلير الاثنين, هما الاثنين طلعوا مع بعض رافت وريفرس. الكومبانيون دي بقى اللي مهمه شويه لان دي كانت المين ستي في عينين سي ار تي. دول كانوا 3 ارمز, واحد اوبتيمال ميديكال ثيرابي بس بياخدوا ادويه بس, واحد كان سي ار تي بس, واحد سي ار تي دي مع دي فيبريليتر. لقوا طبعا ان احسن ارم سي ار تي دي فيبريليتر, لكن لقوا ان ارم السي ار تي ده بيتحسن مورتاليتي وموربيديتي ان كومباريزون ميديكال تريتمنت. فدي من الحاجات اللي زائد السي ار تي في الجايد لاينز بقوه يعني. اوكي الاي سي دي بروجرامينج كان عليه شويه ترايلز برضو. الاي سي دي بدا في الاول حاجه اسمها شوك بوكس, ان هو بس بيدي شوكس وخلاص يعني يشوف الاريتمي محمد دي شوكس, ده اول ما اخترعوه. بعد كده ابتدوا يعملوا انترودكشن لحاجه اسمها الاي تي بي انتي تاكيكارديا بيسنج اللي هو زي اوفر درايف بيسنج للاريتمياز يعني. ومع الهيستوري لقوا ان الموضوع ده مهم جدا لانه بينلس وبيوفر عمر البطاريه وبيقلل الانجري المايوكارديوم مع الشوكس. فقال لك طب ليه لا, ما في اريتميا بتريسبوند للاي تي بي ليه ما نعملهاش. فعملوا ترايلز اسمها البين فري والامبيريك اي تي بي, لقوا ان القصه بينيفيشال. بعدين رجعوا بعد كده تاني قالوا لا احنا هنعمل ديلي للثيرابي. يعني ايه؟ يعني بدل ما الديفايس ده يشتغل مثلا بعد 20 ثانية من الاريتميا لا انا هخليه يشتغل بعد 40. طب ليه يا عم؟ قال لك لان ممكن الاريتميا دي تقف في خلال ال 40 ثانية دول وترمينيت سبونتينيسلي, وفي نفس الوقت 20 من 40 ثانية مش هتفرق في السينكوب يعني مش هتخلي العيان يغم عليه, وفي نفس الوقت هوفر في البطارية هوفر في الاي تي بي. وابتدوا يدوا ثيرابي على هاير ريتس يعني بعد ما ندي الثيرابي بتاعتنا على 200 بيتس بير مينيت مثلا بقى بيدوا على 240, هنتكلم عليها ان ديتيلز يعني اسمها الميديت ريت. فرجعوا تاني قولي ده كان ما نعملش الاثنين ما نبرمش لونج هاير ريت مع ديليد. كان في حاجه مكتوبه كده يعني ما نخليهوش مثلا بعد 40 ثانيه وفي نفس الوقت على هاي ريت قوي. ف بوث هقول لك على الماده تريت هكلمك ان ديتيلز عليها هقول لك عملوها ازاي. آه. اوكي بس يعني عايز اقول لكم عايزاها ثاني سامع. اوكي آه. لا خلاص هي طيب ده الهيستوري اوف الترايلز كلها بتاعه الاي سي دي. طب انا بس عايز اقول لكم على اثنين ترايلز مهمين جدا, حاجه اسمها ديفيد ترايل, حد سمع عنها ديفيد ترايل, وحاجه اسمها الكابج باتش ترايل. الديناميت هي اللي قالت بعد 40 دايز خلاص. الكابج باتش دي ترايلز ما طلعتش بنفيت الاي سي دي. كابج باتش ترايل قالت لا الاي سي دي ده مش بينيفيشال. دول كانوا عينين سكيميك وعملوا لهم كابج, وكان في كمان حته انيوريزماكتومي لو عندهم انيوريزم, فلقوا ان انت الكابج مع عين حصل له كومبليت ريفاسكولاريزيشن لقوا ان الاي سي دي مش بينيفيشال. وده منطقي, انت لو عملت كومبليت ريفاسكولاريزيشن وشلت الاسكار فالعين ممكن ما يحتاجش الاي سي دي بعد الكابج. اه الديفيد ترايل دي بقى من الترايلز المفروض تبقوا عارفينها كويس, اللي هو هي مش بس ترايل اي سي دي, هي ترايل اوف بيسنج, لان هو اللي عندك مركب ديول تشامبر اي سي دي, والديول تشامبر كان هما بيبرمجوه ان هو اتريال سنس اوف انتريكولار بيس. فلو ان العينين مركبين ديول تشامبر اي سي دي دول بيبقوا ورس عن العينين مركبه سنجل, مش عشان ده ديول وده سنجل بس عشان الديول بيخلي يحصل بيسنج. صعبه ولا يعني مستوعبينها؟ لا طيب هو الفكره كالاتي, ان هو قال لك طب ما ركب ديول تشامبر الاي سي دي العينين دول من الاول, بس لما جم برمجوا خلوه يعني زي بيس ميكر عادي اتريال سنسيف انتريكولار بيس, وعنده كان بوست ام اي فانكشنز بتاعته امبيرد, فالبيسنج في الرايت فينتريكل عمل ويسننج للفانكشنز اكتر. بالظبط ما احنا عرفنا ان هو طبيعي بعد ما عملوا ترايل دي. بالظبط يعني فدي كانت اللاند مارك تقول لك ان الفينتريكولار بيسنج ده وحش, فما يعين حتى لو ركبت له ديول تشامبر اي سي دي اعمل الالجوريثم بتاعتك عشان يعمل يقلل الفينتريكولار بيسنج از ماتش اس بوسبل. اوكي طيب دي شويه كلام على الترايلز اللي هي المشهوره بتاعتنا يعني. دي سادن كارديك ديث هارت فيلير ترايل, دي كانت لاند مارك ترايل, عينين هارت فيلير كلاس 2 و3 سكيميك او دايليتد فانكشنز اقل من 35%,
كان بيبص على الاول كوز مورتاليتي اند بوينت، كان بلاسيبو اميودارون اي سي دي، ودي طلعت الاميودارون ملوش افكت. اوكي دي من الترايلز المهمه اللي بيقول لك ان الاميودارون ده انت بتدي العين توكسينز من غير بنفيت. حد شاف سايد افكتس الاميودارون قبل كده؟ ثايرويد دي يعني سكين. لا شفتها ايه وكورني الاوباستيس بيبقى ازرق العين، بيبقى مزرق فعلا. والبالمونري انا شفت عينين انترستيشن بالمونري فايبروزز ومش مش بيريزولف. فخلوا اليوز اوف اميودارون دي از فيري ليميتد يا جماعه، يعني يعني ده توكسين فهنديه بس واحنا مضطرين. ايه بيدوه على بالبيتيشنز. فالاميودارون ده يعني هو افكتيف بس هو الحقيقه يعني مريع فظيع. الدروني دارون بقى حد سمع عنه؟ طبعا. ايه رايكم؟ موجود في مصر؟ شركة مصرية موجود. دروني دارون ده هو المفروض زي الاميدرون بس من غير ايودين. هو كونترا انديكيت في عينين هارت فيلير او عندهم هيستوري اوف هارت فيلير، وكونترا انديكيت في عينين ليفر وأورتيك فالف ديزيز، وهو مش إفكتيف. فيعني I don't recommend الدروني دارون خالص الحقيقة. يعني يعني اللي يعرف حد ماشي على دارون يغيروا يغيروا بيتا بلوكرز أفيد له يعني. أوكي ماشي. طيب دي سادين كارديو جيتن هارت فيلير، مش هنخش على ديتيلز الترايلز قوي يعني. دي الماديت والكومبانيون، دي كل الارقام اللي بين قوسين دي اللي هي الريلاتيف ريسك ريدكشن مركب الاي سي دي 31% 36 23% ريسك ريدكشن في المورتاليتي. اوكي فدي بالنسبه لهم دي ارقام يعني هلاميه يعني. والسادين كارديو جيتن هارت فيلير هي دخلت الكونسبت بتاع البرايمري بريفنشن، يعني يقول لك انت ليه تستنى اما العيان يجي له ايفنت قبل ما تركب اي سي دي، مع انك لو طبقت الكرايتيريا بتاعت برايمري بريفنشن انت ممكن تمنع 75% من الايفنتس اللي ممكن تحصل. اوكي دي الجايد لاينز اللي المفروض يكلمكم عليها استاذ شريف. ده عيان بياخد اميودارون يعني ابتدى يطلع له ودان. دي كل دي جايد لاينز هيكلمكم عليها شريف المفروض ان ديتيلز. دي بقى الحته اللي المفروض نتكلم عليها يعني اللي هي التكنيكال او البيزكس اوف اي سي دي. واتس ذا اي سي دي يعني. طيب سيمبلي كده الاي سي دي ده عباره عن ايه؟ شوك باتري اللي هي بنسميها شوك بوكس يعني، او باتري وليد. اوكي طيب هل سيمبلي از ان هو يعني بطاريه وليد؟ يعني ما خلاص نركب العيان موتور عربيه ونوصله بسلك واضرب، مش دي القصه. الفكره ان الاي سي دي ليه كرايتيريا ان هو ممكن يقدر يعمل الفانكشنز الاتيه. الاي سي دي ده يقدر يسنس يحس الاريدمياس او يحس البيتس، ما نقولش اريدميا، يقدر يحس البيتس، يقدر يبيس وين نيدد، يقدر يعمل حاجه اسمها ديسكريميشن. يعني هو خلاص عمل حس، انا عرفت يا عم ان انت عندك تاكيكارديا او انا حاسس بيتس على ريت 130 بيتس بير مينيت، انا عندي كرايتيريا ان انا اقدر اعمل ديسكريميشن، اقدر افرق بقى دي سوبرا ولا فنتريكولار تاكيكارديا ولا دي ارتيفاكت. فعنده ديسكريميشن بروبرتي. بس معلش في بوينت قبل ديسكريميشن اسمها ديتكشن. هو يقدر يسنس الاول فحس التاكيكارديا، وانت مبرمجه ان انت لو التاكيكارديا دي في رينج ال 150 اعمل لها ديتكشن على انها فنتريكولار تاكيكارديا. فقال لك خلاص انا عملت سنسنج وبعدين عملت ديتكشن، بس هل اقدر بعد كده افرق؟ فتعمل ديسكريميشن، تقدر تعرف هي سوبرا ولا فنتريكولار تاكيكارديا ولا ارتيفاكت. طيب عملت كل ده ورسلت الدايجنوزس في الاخر، تقدر تعمل ثيرابي بعد كده. الثيرابي دي هنتكلم بعد كده هتنقسم يا اما اي تي بي يا اما شوكس. اوكي فدي ان هو يقدر يفرق السوبرا من الفنتريكولار تاكيكارديا، ودي الكومبوننتس بتاعت الديفايس. طيب البطاريه نفسها هل تفرق على البطاريه العاديه ولا لا؟ اكيد بطاريه تقدر تدي فيها كاباسيتور، حاجه اسمها كاباسيتور او كوندنسر. يعني الكاباسيتور ده اللي يقدر ياخد الفولتس العاديه بتاعت البطاريه يعملها كوندنسيشن ويروح مدي شوكس بعد كده. طيب دي نقطه مهمه عشان لما تيجي تعمل بروجرامنج للاي سي دي بتبص على حاجه اسمها ايه؟ اللي بيعملوا بروجرامنج للاي سي دي بنبص على ايه؟ تايمر.
يعني غير عمر البطارية طبعا بنبص عليه كلنا والفولتج والإيفنتس. لا دي حاجات في البروجرامينج العادية، لكن في تايم معين اسمه تشارج تايم. ده تشارج تايم لازم تشوف الكاباستور ده هيشحن في وقت قد ايه. طب هو الديفايس بيعرف منين؟ الديفايس ما بيعرفش لما يدي شوكس، بس هو بيعمل تيست لنفسه كل شويه، بيشوف الكاباستور تايم اللي هو التشارج تايم ده قد ايه قبل ما يدي الشوكس. طب افرض انت لقيت البطاريه الحمد لله يعني لسه فاضل فيها 5 سنين، بس التشارج تايم بتاعها 4 ثواني. 4 ثواني is too long، هيفضل يشحن 4 ثواني لحد ما يبتدي يعني بعد ما يعمل ديتكشن ومش عارف ايه يشحن 4 ثواني كمان ويدي. This is too long. فلازم يعني انتوا فاكرين كان حصل ريكول على بطاريات كده اسمها إليبس بتاعت سان جود، حصل ريكول على البطاريات دي عشان التشارج تايم بتاعها ابتدى يزيد ماركتلي بعد ما تركبت. فالتشارج تايم ده في معناه ان في مشكله في الكاباستور بتاعها اللي هو اللي بيعمل في التشارجنج، فتغيرت البطاريات دي. اوكي، فدي حاجه من الحاجات المهمه اللي تبص عليها في البروجرامنج اسمها التشارج تايم بتاعها قد ايه. اوكي طيب، هل الليد بتاع الاي سي دي ده زي الليدز العاديه ولا في اختلاف؟ اكيد في اختلاف. ايه بقى الاختلاف؟ هل ليد البطاريه العاديه دي يستحمل الانرجي العاليه اللي انا هديها فيه؟ لازم ازود فيه كويلز عشان تستحمل الامبيدنس، تستحمل يعني يزود الامبيدنس فتحمل الشوكس اللي هتضرب فيه دي. الكويلز دي يعني اكوردنج تو ذا كويلز احنا ممكن نقسم الليدز لحاجه اسمها سنجل كويل وديول كويل. ايه الفرق؟ سنجل كويل ده سلك عادي خالص من البطارية لحد الرايت فنتريكل، بس الكويل بتاعه is within the right ventricle. اوكي التاني لا، التاني فيه كويل تاني موجود في السوبير فينا كافا. طب ايه الفرق؟ طب انا استفدت ايه؟ اعمل ايه؟ الفيكتورز. طيب هل بتفرق؟ طيب خلينا نتكلم بس ايه الدروباكس بتاعت السنجل كويل وايه الدروباكس بتاعت الديول كويل. الديول كويل ليه دروباكس مينلي في الاكستراكشن. اما بنيجي نعمل اكستراكشن السكند كويل ده بيبقى فيري ادهرنت للسوبير فينا كافا. اوكي فبتعرفش تطلعه لانه بيبقى ماسك في السوبير فينا كافا، فالاكستراكشن بتاعه از هيل. ماشي الكلام؟ طيب السنجل كويل ميزته طبعا ان هو الاكستراكشن بتاعه اسهل، وميزته ان انت مش محتاج فيري وايد سبيس في الرايت فنتريكل عشان تحطه. انت عشان تحطي التو كويلز الكويل الثاني يبقى في السوبير فينا كافا لازم يبقى انف سبيس جوه الرايت فنتريكل. يعني انت ممكن تحطيه في السبتم او في الار في او تي عشان تدي سبيس فكل ليدز تبقى موجوده في السوبير. انت فاهمين قصدي؟ مستوعبين ولا صعب؟ لازم افضل ماسك البتاع دي لحد انت ولا ايه؟ بصوا شباب، دي البطارية، اوكي، وده الليد بتاعنا، واخر الليد ده فيه سنجل كويل، خلاص؟ متفقين؟ ده المفروض يبقى جوه الرايت فنتريكل كله تحت الترايكوسبيد فالف، فانت هتدخله جوه الرايت فنتريكل اوكي تحت التريكوسبيد فالف. اوكي طيب لو هنحط كويل ثاني هو يبقى في هذه المنطقه، ماشي؟ المفروض المنطقه دي تبقى في السوبير فينا كافا. طب افرض انت الرايت فنتريكل صغير، انت هيبقى بتاع يعني السنجل كويل ده يا دوب جوه الرايت فنتريكل والثاني طالع هنا لحد السطح اليمين، فلازم ده تلاقي انف سبيس جوه الرايت فنتريكل عشان ده ينزل تحت السوبير فينا كافا. انف سبيس ده ممكن يخليك تحط الليد بتاعك في السيبتم او في الار بي او تي عشان تلاقي انف سبيس، يبقى كل الكويلز في مكانها. ده مش كومن قوي مع السنجل كويل لان انت عندك السبيس ده مش مهم قوي، انت يا دوب بتدخل الحته دي. متفقين؟ طيب ايه ميزات؟ اكيد الديول كويل ده ليه ميزه، ما كانوش اخترعوه يعني. الديول كويل دي ميزه مهمه جدا وليه انديكيشنز مهمه لازم تفكروا فيها كويس. اول حاجه انا اركب ديول كويل امتى؟ اركب ديول كويل لو الهارت از فيري دايليتد، يعني عندي الان دايستوليك مثلا بتاعي فوق ال 75، هارت از فيري دايليتد، فهيديك تو فيكتورز ممكن يشوكس عليهم، يدي شوكس عليهم، يديك من اول البطاريه لحد من اول كويل او من البطاريه للاس بي سي كويل او بتوين ذا تو كويلز، فهيخلي الدي اف تي، عارفين الدي اف تي؟ دي فيبريشن بريشر، عارفينه؟ انا ممكن اقول لو مش عارفينه، مش عارف
الديفيبريليشن ثريشولد ده هو المينيمال الجولز اللي ممكن تعمل ترمينيشن الاريثميا. وان زمان لما بنركب الاي سي دي ده عشان نطمن على العيان نعمل له حاجه اسمها دي اف تي تيست، ديفيبريليشن ثريشولد تيست، نعمل له اندكشن للفنتريكولار فيبريليشن ونخلي الجهاز يشتغل على الجولز احنا مظبطينها ونتاكد ان هو بيعمل ترمينيشن للتاكيكارديا. وجود كذا فيكتور بيقلل الدي اف تي ده شويه او بيقلل بروبابيلتي ان هو يبقى دي افكت. ماشي الكلام؟ فده مناسب قوي لو هارت سبيري دايليتد او العيان سبيري اوبيز او لو انت هتركب في ابنورمال بوزيشن. احنا كومنلي بنركب ان الاي سي دي ليفت، لكن افرض العيان عنده انفكشن ليفت او عنده مشكله في الليفت سيستم فبتضطر تركبه رايت، ساعتها يفضل تركب دي اوبيز. لازم تركب دي اوبيز. اوكي؟ طيب. Otherwise, ركب سنجل بوينت. متفقين؟ يضرب ويطمن ان هو عامل ترميشن، ساعتها الدي اف تي ده عاده بنختاره 10 جولز اقل من الهايست انرجي، يعني لو الديفايس ده بيبقى 35 جول احنا بنعمله على 25 عشان يبقى عندنا سيفتي مارجن بتاعت 10 جول. اوكي؟ طب افرض احنا كنا عملنا كده وما عملناش ترميشن للتاكيكارديا هنموت ايه؟ ما احنا ممكن نبقى اكسترا شوكس. لا احنا بنغير مكان الايد ونجرب. فاهم ازاي؟ بنغير مكان الايد ونجرب. على فكره احد الاسباب ان احنا ما بقاش بنعمله ان هو موجود زمان حاجه اسمها دي اف 1. دي اف 1 ده دي اف 1 كونكتور كان بالشكل ده، كان السلك طالع منه اللي هو الشوك فيه نفسه طالع منه واحد كونكتور للبيس اند سنس عشان يعملوا له البيسنج وسنسنج، واحد كونكتور ثاني للشوكس او لكل كويل يعني. يعني لو مركب دول كويل هتلاقي واحد للبيس سنس، واحد للاس بي سي كويل، واحد للرايت فنتريكولار كويل، فتلاقي ان السلك طالع منه ثلاثه في الاخر يخشوا جوه البطاريه في بعض. مستوعبين ولا ايه؟ يعني في ثلاثه بورت هيخشوا جوه، ثلاثه بورت هيخشوا جوه البطاريه، ده اللي هو حاجه اسمها دي اف 1. لكن اللي موجود او معظم اللي موجود دلوقتي طبعا لسه موجود دي اف 1. حاجه اسمها دي اف 4، دي اف 4 كله موجود في وان كونكتور بس. اوكي؟ زي المنظر الثاني. متفقين؟ دي الشوك فيكتورز اللي بنتكلم عليها. هنا يعني هاو تو يو كان جيف شوك فيكتورز مختلفه لو انت عندك دول كويلز او عندك سنجل كويل. زمان كان الكان دي سبيسيف كان مش بدي يعني شوكس بطريقه بدل ما هي الاثنين كوينز بس، بس دلوقتي بقت حاجه اسمها اكتف كان، هي نفسها ممكن تدي بين بينها وبين الكوينز الموجود. اوكي؟ طيب ده اللي اتكلمنا عليه اللي هو ليد سيلكشن. امتى اختار سنجل كوين؟ سنجل كوين ميزته ان هو ليس ادرنس ايشو ان جروث. يعني طب سؤال برضه يعني بينكم يعني هتشتغل الكوينز دي موجوده على ليد ولا هو شيء سماش؟ لا شيء سيء. يعني بس هو ليه بنغلف بغلاف وحواليه كونكتورز دي او حواليه كويلز دي من بره. طب هل الكويلز دي بتفرق من شركه للتانية؟ يعني هل لما تيجي تركب تفضل تركب شوك ليد معين عن شوك ليد تاني؟ هي بتبقى معموله يعني هو اوكي كل شركه هو المفروض ان هم كله نفس الماتيريال بس في شركه معينه بتحط اديشنال ماتيريال اسمها جورتكس عليه. الجورتكس دي ماده زي اللي بيعملوا منها الجرافتس الاوتي جرافتس والحاجات دي كلها. ميزتها ايه؟ فكرتها انها بتخلي تعمل كفر بالكويلز بحيث ما يحصلش جواها تيشو انجراف. فالاكستراكشن بتاعها يبقى اسهل. اوكي؟ دي بوستر بتاعنا كده. لكن باقي الليدز ذا سيم. طيب فاحنا قلنا اول حاجه لو هو سيجي الكويل فهو ليس ادرنس فبالتالي ليس تيشو ان جروث فالاكستراكشن يبقى اسهل. اوكي؟ نديله الكويل بيتر عشان الفيكتورز عندنا اكتر فممكن يعمل لورنج من دي اف تي اللي هو دي فيبريشن. اوكي؟ طيب عشان كده بستخدمه في رايت سايد امبلانت الفيري دايليتد ارت اكتر من 75 عيان هايبرتروفيك مايوباثي عشان بيحتاج شوك انرجي اكتر شويه عشان المصل الضغط بتاعه اكتر شويه. الفانكشنز اقل من 20 ليه بقى؟ في حاجه مهمه في البروجرامنج اقول لكم عليها مش عارف مكتوبه ولا لا هنا، ان احنا لما بنيجي عندنا
نبرمج العينين دول بنعمل حاجه اسمها alternating shock vectors. يعني عيان مثلا سي البرمجه بتاعته بياخد 5 شوكس، نخلي اول واحده بالظبط alternating، واحده من كان الار دي كوين، وبعدين الثانيه لا من كان الاس بي سي كوين، الثالثه between the two coins. ده عشان نديله لان probability يحصل resistance. اوكي متفقين؟ طيب ماشي. ده الاكتيف فيكسيشن، ده يعني كام سلايد الجايين دول يعني ده في ترتيب الاي سي دي نفسه امتى؟ لان احنا بصوا كيس ميكر او اي سي دي البيس لاين بتاعنا هو الليد مش البطاريه خالص. يعني بصوا احنا ناخد وقت في ترتيب الجهاز مين لي عشان الليدز مش عشان البطاريه. فانت لازم من الاول بنكتشر سايت يبقى عندك اورينتيشن اللي بيحصل. بنكتشر سايت لازم تبقى عامل بنكتشر بحيث انت الاكستراكشن حاطه في دماغك، لما اجي اعمل اكستراكشن هعرف عن اكستراكشن ولا لا. فانت اي بنكتشر سايت وانت بتعمل انتروكشن للشيز بتاعك والواير حاسس بريزيستنس تشينج ذا بنكتشر سايت. يعني اي ريزيستنس معناها ان انت ايدر حاكك في الكلافيكال من تحت يا اما داخل في الليجمنت بين الكلافيكال والفيرست. طب ايه المشكله؟ نخش في الكلافيكال يعني نخش في الليجمنت ده يحصل ايه يعني؟ الحقيقه انا بيحصل حاجات كتير. اول حاجه على الشورت تيرم ممكن يحصل انجري للمين نفسه، لان الليجمنت ده عامل زي السكينه هو بيقطع في الانسوليشن بتاع ليه لحد ما يعملوه فراكشر وبريكس. النقطه الثانيه بليم اكستراكشن، انت داخل فايبرس تيشو من الاول ما يحصل اي فايبروزس، فالاكستراكشن فظيع في الحاجات دي. فلازم ديورنج امبلانتيشن البنكشر سايت تحاول تبقى as free as possible. طيب most of us بنشتغل بسبليمنت مين ابروتش. احنا بنخش سبليمنت عند الجنكشن بين الميدل وال يعني الميدل والثيرد ولا الثيرد بتاع الكلينيكال، بس ده بيكاري ريسك في الموتوركس طبعا. اوكي بره بنعمل حاجه اسمها كيفاليك كات داون، نخش على الكيفاليك هنا على طول انتو بيكتشر جروب ونعمل نسلك الكيفاليك بين ما بيتعملش هنا ولا بره بنعمل كده. ليه ما بيتعملش هنا؟ تفتكر ايه السبب؟ اعتقد بيخشوا كويس بتاني. ايه؟ داخل كويس بالسبليمنت خلاص. احنا بنخش بالسبليمنت بس السيستم بيتكلم لسه كله مورس. هو حتى عندنا في مصر يعني احنا عندنا كل حاجه ممكن نعمل بيها البتاع ده ما عدا سيلف ريتيننج ريتراكتنج في كل حته. سيلف ريتيننج ان انت بتفتح البوكيت بسيلف موجوده في العمليات، بس احنا مش عندنا مش عندنا في ترابيزه القسطره، بس موجود في العمليات. يعني لو عايز تعمله هتعمله يعني. هو تايم كونسيومينج شويه عن البنكشر ده. ده الاكزلري؟ لا 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 الكيفاليك. الكيفاليك ده كات داون لازم تفتح الاول بوكيت وتجيبه وتعلقه وتدخل منه. وكان كاريز اب تو ليدز مش واحد بس، يعني ممكن تدخل منه 2 ليدز بسنجل كات داون. في الاكزلري بين ابروش او اللي هو بنسميه اكسترا كلاسيك ابروش. برضه ده مش بنستخدمه كتير في مصر. ده اكيو بنكشر في الاكزلري. الاكزلري دي بتعرفه ازاي؟ بتيجي عند الاوتر بورد اوف ذا فيرست ريب على الفلور وتعمل perpendicular function. ده مفيش بقى. لازم نشوف فلو. ممكن ده اكسترا كلاسيك. ممكن يحصل ممكن طبعا، بس احنا ده روتين احنا بندي كونتراست ونشوف. انا عندي سؤال، ده مفهوش زياده ان كتابه الكمبيوتر في زياده دي انجري اكتر شويه. بالظبط. لان انت عندك تو كيرفز في الانتروداكشن، بس يعني مش ماركت انكريس في الريسك اوف انجري ده. اوكي؟ طيب بعد ما دخلت عملت البنكشر بتاعك، انت بتفكر البوكيت بتاعك من الاي سي دي بوكيت، يا اما تعمل جنرال بوكيت والعيان يبقى عنده انف سبكتينيس فات، يا اما تحط ريترو فيكتور. ريترو فيكتور بتفتح المصل تعمل سبليتنج للمصل فايبرز بايدك او لونج باي سكشن وتحطه على الريب كيج على طول تحت البكتورالس ميجر. بديت المصل بحرير بس مش تايت سوتشر، جاست ابروكسيميشن مصل فايبرز. انتربت. طيب احنا قلنا الشوكس اللي اتكلمنا عليها دي ديزاين، وقلنا كتير ايوه دي. احنا اتكلمنا على دي ديزاين، قلنا ان احنا معظم الشركات 90 طبعا في. طيب عشان برضه نعرف الكلام بقى فين الفيمس كليد هم بتوع سنجن اللي هم قبل دلوقتي، هم دول الفيمس دول ارفع ليدز. يعني هم اللي بداوا الشوك ليدز تبقى 7 فرنش مع بتوع قبل خلاص، اللي هو اسمه كان اسمه ديوراتا ليدز. خلاص دلوقتي عندهم حاجه اسمها اوبتيشو، بس هو ديوراتا هو الورك هورس بتاعهم.
ميترونيك اللي هو السبرنت كواترو هو 8 فرنش، وفي بتاع بوستون اسمه ريلاينس 8 فرنش برضه. اي دو بريفير بتاع بوستون حقيقة يعني، بس هو اغلى بكتير من باقي كتير يعني. لدرجة ان هو بوستون نفسهم دلوقتي ممكن يدوك ليدز من شركات تانية عشان يقللوا ثمن الديفايس. الريكولز حصل ريكولز قبل كده على معظم الليدز يعني. الدوراتا كان في جنريشن اوف ناس ورياتا بتاع سان جود حصل عليه ريكول لانه بيعمل حاجه اسمها انسايد اوتسايد انسوليشن بريك. كان الليد الانسوليشن بتاعه ده بيبوظ ويطلع السلوك اللي جوه تطلع بره. فغير انها بتعمل ارتيفاكتس او اي سي دي ممكن يعمل شوكس، ممكن يعمل انجري للبيزل. اوكي الرياتا قصدي سوري الميترونيك عندهم ليه اسمه سبرنت فيدالس قبل الكواترو، ده حصل عليه ريكول مهول وخسر الشركه يعني ملايين لانه حصل منه ان ابروبريت شوكس في الهبل، وكان بيطلبوا العميل الكبير يجي يعملوا اكستراكشن ويشيلوا خلاص. اسمه رياتا اسمه لا رياتا ده بتاع سان جود، سبرنت فيدالس ده بتاع ميترونيك. سبرنت فيدالس اوكي. طيب السوتشر سايد فور فيكسيشن، احنا دايما لما بنيجي نركب الليدز لازم ناخد سوتشرز على السليمز. مهم قوي السوتشرز دي تبقى واخده جود ماسل تيشو، يعني لما تيجي تاخد الغرزه بتاعتك ما تاخدهاش في السبكتينيوس تيشو لانها هتفك، او يعني مش ماسكه الليد، لازم تمسك السليف في الماسل اللي تحتيه وتربط وتعمل حاجه اسمها يعني تراكشن تيست كده تحاول تشيل تتاكد ان هو ما بيتحركش من مكانه. اوكي؟ وانت بتحط الليد دايما الراجل كان بيقول لي ان انا بشتغل معاه حاول تعمل سبيس فور ذا ليدز مش بس بوكت مش بس الديفايس مش بس البطاريه، يعني انت تعمل البوكت بتاعك اعمل اكسترا بوكت فور ذا ليدز عشان ما تبقاش الليدز بتاعتك بندد ولفه ومربوطه حوالين بعضها تبوظ يعني. ولا حتى حتى بقيت تحت الجهاز، بقيت تحت الجهاز مش مانع بس تبقى سموث كيرفز يعني تبقى دوائر كده وتحت الجهاز كلها. فاكر الاكسترا كده؟ بص على اي فلور العين مركب. لا خالص بص اول ما ركب انت فاكر انت عامل دوائر متساويه ده مش هتطلع دوائر متساويه، في حاجات معديه من تحت الجهاز وحاجه طبعا نوت من الناحيه دي بيبرموا على بعض. طبعا انت لازم بص فهو اللي انا بعمله الان ان انا بعد ما اركب قبل ما ادخل البطاريه بلف كويس من السلك بالذات لو بركب سي ار تي كوينز بالست جوه البوكس بحيث ان هيبقى طالع لي بس الكونكتور صغير اوصلهم واحط في البطاريه. فاهم قصدي؟ انت البوكت هنا بس؟ طبعا البوكت هنا. طب انا خالص وبركب على ركبت الليدز اروح واخد الليدز لففها كوينز جوه البوكت قبل ما احط البطاريه ويطلع لي بس التلاته بينز كده بس اوصلهم في البطاريه واحط البطاريه فوق كده انا ضامن انها لفه كوينز تبقى البطاريه. إيه لو انت بتركب بقى يعني سينجل تشامبر بيس ميكر او اي سي دي والعيان طويل فما فاضلش الا حته بس اللي ظهر بس مش هتفرق يعني. بس قصدي دايما خد بالك انت بتحط بطاريه من بنز ما يبقاش اكيد بنز عشان ما يبص. ماشي الكلام؟ طيب الفول اب والبروجرامنج ده بنتكلم عليه بقى الديتيلز. طيب ده الفرق بين الليدز الموجوده اوكي؟ يعني ليه ليدز احسن من ليدز؟ احنا عندنا ده الرياتا اللي حصل عليه الكول، شايف المسافه بين ده الانسوليشن اللي بره، المسافه بين هنا الكومبوننتس والانسوليشن دي موجوده في الريلاينز قد كده وفي السبرنت كواترو قد كده. ده ما حصلش منه حاجه بس هو اضخم واحد فيهم 8.4 فرنش. ده اللي بيخش على 7 فرنش فده اصغر واحد اللي هو الرياتا وبعدين دورات عالي بس ده اللي كان حصل منه انسايد او سايد بريك. اوكي؟ الريلاينس يعني لحد دلوقتي ما حصلش منه حاجه بس هو دايما جدا يعني اغلب الباقيين كتير. اوكي؟ دي يعني دي حاجه بتقول لك يعني ان مهما كان جمال الجيل اللي انت بتركبه في 10 year failure rate ممكن توصل اب عند بعض الناس 80% خلاص؟ فيعني ده عباره عن جمال دلوقتي في 12 سنه. والله بص هو مش ده الريل لايف اكسبيرينس يعني كده او مش ده اللي بيحصل دلوقتي اقل من كده اقل من كده كتير بس في انسنتس قصدي ما تستغربش لو جالك عيان بعد فتره بليد بروبلم بالذات في الاي سي دي ماكس في بروبلم مش لازم يبقى ليه فيلير تمام بس ممكن يبقى عنده نويز او عنده انسوليشن بريك او في ناس كده فعلا ساعتها لما تيجي تغير البطاريه ممكن تحط واحد تاني. اوكي؟
هنتكلم سريعا على ال يعني how the ICD works. أول حاجة sensing. طيب sensing زي pacemaker عادي خالص هو بيحس الريتم اللي موجود تحت. طيب sensing بتاع ال ICD ده يا إما حاجة اسمها super pool يعني هو بين ال تعرف من السلك في آخره في اثنين pools واحد للتك واحد اللي هو بنسميه رينج ماشي وده اسمه super pool. لكن في بعض الحاجات في حاجة اسمها integrated bipolar هو بين ال تك وبين ال RD coil. طب ده ميزته ايه؟ ميزته اللي هو اكبر هيحس ار ويف احسن. طب ايه يعني ميزه اللي هيحس ار ويف احسن؟ السنسنج بتاع الاي سي دي مختلف شويه عن بتاع الجسم. ممكن انا لازم يبقى عندي اهبالي جود ار ويف ديورينج الامبلانتيشن عشان لما يجي العياده بالتريكلا فبريليشن بار ويف فيري سمول يقدر هو يحسها. يعني لازم البوزيشن بتاعك ورايت فينتريكل يبقى شايف كل حاجه والسنسنج ده اكنك شايف اللي حواليك. فانت افرض انت ركبت الاي سي دي وقال لك لا يا عم انا الاروي بتاعتي 3 ملي فولت. انت اخرك كده شايف 3 ملي فولت دي احسن حاجه عندك. فما تيجي دي اف على بوينت 3 ملي فولت انت اكيد مش هتشوف. انا قصدي لكن لما تقول لك انا واقف في مكان شايف الاروي بتاعتي 12 ملي فولت خلاص 12 ده يبقى انا في بوزيشن شايف معظم الفنتك كويس وتقدر تحس الاروي بتاعتك كويس. لما تيجي حاجات بسنس اقل اب تو 4 ملي فولت ده ساتورس. اوكي السنسنج بالنسبة لي امبورتنت في الاي سي دي اهم من البيسنج بكتير. ازاي ترى يعني مش محتاج بيسنج انت موصل الاي سي دي مش محتاج ها؟ يعني مش محتاج بالظبط. فانت تختار يا اما باي بولر يا اما انتجريتد باي بولر. اوكي؟ طيب هل السنسنج بتاع الاي سي دي مختلف عن بتاع البيس ميكر؟ البيس ميكر بيسنس يعني بيتر اكتيفيتي لكن ده بيسنس بلاوي بيسنس بيير صح كلامك مظبوط. بس هو القصة ده بفر ده انا ظبطت يعني الاي سي دي بتاعي على سنسنج اللي هو بتاع الدي اف اللي هو بوينت 3 ملي فولت. هيحس اي حاجة هيحس مان بوتنشلز صح؟ وهيحس شوية ارتيفاكتس لو انت شغال في اي حاجة مايكرو ويف ولا اي بتاع وانت عليها شخص. فالاي سي دي فيه سنسيتيفيتي مختلف شوية عن السنسيتيفيتي عندي حاجة اسمها دايناميك سنسيتيفيتي. يعني ايه دايناميك سنسيتيفيتي؟ يعني كالاتي هو يحس الار ويف ماشي الكلام على سنسنج العالي خالص زي الكسر. انا حسيت الار ويف عم تبتدي بعد كده خلاص انا عرفت ان في هنا ار ويف حصلت تبتدي اقلل السنسيتيفيتي واحده واحده بين تو سايكلز عشان احس اي حاجه في النص ممكن تحصل لحد ما احس ار ويف ثاني او عالي السنسيتيفيتي ثاني وابتدي انزل ثاني بعد الار ويف دي. متفقين؟ لان هو السنسيتيفيتي بتاعته مش فيكسد سنسيتيفيتي اتس ا دايناميك سنسيتيفيتي تقدر تحس اي حاجه بتوين ذا بيتس ماشي؟ طيب دي الالجوريزم ده كويس عشان هيقول لكم حاجه اسمها بعد كده في الترابل شوتنج ده عايزه فتره لوحده بس اقول لكم عليها دلوقتي عشان ايه مش دي بس. انا دلوقتي حاسس هنا انا حسيت الار ويف بتاعتي اوكي؟ فابتدي تدريجيا اعمل حاجه اسمها الثريشولد بتاعي ابتدي اقلل شويه شويه السنسيتيفيتي عشان لحد ما احس الار ويف اللي بعديها وابتدي يعلى مره ثانيه ويقل وهكذا. طيب افرض المعيان ده كان عنده تي ويف دي عاليه شويه ده عليه هوكر هيحس تي ويف صح؟ ويدي عليه يعني حاجه اسمها دبل كاونتنج ويروح مدي على تي ويف اوفر سنسز. فاحنا بايدينا ان احنا نغير الثريشولد ده يعني اغير الكيرف بتاعه بالظبط كده عليه او عامل او غير الانكليشن بتاعه بحيث ان هو ما يشوفش التي ويفز حاجه اسمها ديكي ديلي ان انا بغير ده ان انا من فتره الترابل شوتنج لازم اقول لكم عليها لان ده بيزك سوفت وير اي سي دي بس الترابل شوتنج لازم اقول لكم الديكي ديلي ده ممكن نظبطه ازاي. اوكي ما هذا حاجه دايره انت في الاربعات الجايه في اربع الله ما اعرف انا بيقول لي تعالى النهارده ما هو ايه بقى الاربع جايه هي كانت المفروض اربع لا دي بتاعت الاربع جايه بعد ما الديفايس عمل سنسنج هيبتدي يعمل ديتكشن. الديتكشن ده احنا اللي بنظبطه يعني ايه؟ يعني اقول له انت لو الهارت ريت ده 120 بيتس بير مينت انت في زون 1 او في تي في تي 1 مثلا 150 في تي 2 200 في اف. طيب انا بظبطها على اساس ايه؟ بظبطه على العين نفسه يعني ايه؟ يعني افرض العين ده جالي فيجيتال تاكيكارديا على ريت مثلا 180 بيتس بير مينت لازم اظبط الديتكشن بتاعي او الثيرابي بتاعتي اقل منها كم ملي سكند از مور ذان انف. اوكي
يبتدي مثلا ب 160 اكسبيرمنت او ب 160 يبتدي تعامل لان ممكن يديله على ريت اقل شويه. طيب افرض ده برايمري بريفنشن اعمل ايه؟ بس ما لوش حد خالص ما لوش حد اعمل ايه في التظبيط ده؟ بص يا طبعا اللي هقول لكم عليه ده كله يعني يعني وكله يعني يعتمد على الفيديو اكسبيرينس يعني في الشغل. يعني ممكن حد تلاقيه يظبط تظبيطه اللي انا بعملها دي. انا في العادي لو هو شاب صغير ببتدي من 200 بيتش بير مينت 21 وساعات بعمل له سنجل زون بي اف بس وخلاص. سنجل زون دي اد ده بيزد على الترايلز الاخرانيه، لكن هو الروتين ان حتى العيانين اللي بيجيلهم بي اف ممكن بعد كده يجيلهم بنتيكلا تاكيكارديك ريسبوند من اي تي بي. هقول لكم بس التاني. طيب افرض انت عيان جالك هو جاله ريزكتيف بريفنشن اهو بس جاله بي اف بس، هل هتظبطه على سنجل زون بي اف ولا تعمله بي تي كمان؟ تعمله بي تي كمان عشان يبقى عندي فرصه ادي اي تي بي يمكن تعمل ترمينيشن للتاكيكارديك. بس صفر العيان ما جايلوش حاجه خالص. عيان مثلا عنده 25 سنه عنده سي مثلا دايركت بروبابي فانكشن 30% وانت خرجت تركب له اي سي دي فور برايمري بريفنشن تعمل ايه؟ تعمل له مثلا سنجل ماله 81 على مثلا 180 طب هو العيان ده اللي هو عنده 25 سنه ده لو عمل ماكسيمم اكسرسايز مش ممكن يوصل 100% في اليوم؟ وياخد شوكس؟ لا ياخد اي تي بي بس؟ ما هياخد اي تي بي بس ممكن ياخد شوكس؟ ليه؟ لازم يعمل لازم يعمل اي تي بي بس وخلاص اصل هو مفيش ثيرابي اي تي بي الون اي تي بي ات فيرست تايمز 3 مثلا ماشي تايمز 3 يعني يجيب اي تي بي مره مرتين ثلاثه بس انت العيان كام اكسرسايز عمليه؟ في طبعا بس انت خد بالك يعني عيان ضئيل المرابطي قد يكون عنده كيريس كومبلكس يعني وارد ياخد شوكس. انا قصدي بدل ما انت عيان ممكن يوصل بدل ما مركب اي ستيم الرياضه دي بقول لك عنده 25 سنه ايه بتقول ايه؟ ممكن تخليه سنجل زون سنجل بي اف زون ممكن عالية قوي مثلا عالية سنجل بي اف فوق 200 200 بس خلاص سنجل بي اف 200 مش هيخلص ممكن تخليه ديتكشن بس ممكن لكن بس كده برضه هيديك كتير ده برضه اذا كمان حضرتك في الهبل وحاجة تعمل في الثيرابي هيديني بس حاجة تعمل في الثيرابي في اللي هي كل في تاك 1 و 2 جاست بس انا عندي عين واحد بس التاريخ عامل سنجل زون العين ده مركب سي ار تي دي مع سام 1 وهو كان رقم سواء كان ميديشن فور سنجل اي سي دي بس ان هو ضيق النيوروباثي وهو شاب صغير اعتقد عنده 40 سنه مش دي كمان المشكله. المشكله العين ده جاله بعديها شوكس بالهبل الواد جاله اساسا سايكولوجيكال تروما كان كل ما يعمل مجهود يروح جايب شخص مجهود يروح جايب شخص مجهود ده كان ما بقاش قادر يتحرك. كلاريتي كان كام والله؟ 160 خلاص. المهم انا جايب العيان ده للفرد من الشركه بتاعته اشيل له الجهاز ده واحط له سنجل اي سي دي. فقلت لهم يعني احنا ممكن البروجرام ده ان هو يشتغل سنجل اي سي دي يعني هو مش محتاج حاجه اكتر من كده. هو اوريدي كان ال بي نيد وال اي سي نيد تقعد يشتغل اساسا كانوا بيشتغلوا كانوا خدوا معانا الاكسبيرينس يعني شغلتوه سنجل اي سي دي مش دي القصه. بس فعلا الولد ده انا شفته ده يعني قدام عيني وانا بعمل بروجرامنج للجهاز من الرعب الهارت ريت بتاعه 180 ساينس مرعوب يعني بص انا بعمل له بروجرامنج قال لي يعني مش هاخد شخص يا عم ما تخافش انا بعمل بروجرامنج للجهاز وصل 180 هارت ريت وهو قاعد على السرير وكله ساينس عندهم اي سي جي ساينس فده مظبطه له على دي زون على 220 بس هو الروتين انا بعمل ايه؟ بعمل اسنجل زون بي تي 1 يعني بعد بي تي واحده حسب سن العيان. كل ما يكون اكبر كل ما هتقلل الرقم. بالظبط كده. كل ما يكون اصغر تعدي 200 لو كده. 200 يعني عدد 180 عاده في العادي يعني. يعني هو انت المفروض الماكسيم ممكن توصل له ايه؟ 220 ماينس الانج صح؟ الناس العاديه. الناس العاديه.
لكن عادة العامة في ان هو يوصل ليه قريب ده برضه يعني سو ماتش شغل بقى برضه ان هو مش هيقدر يعني زي الماكسيم بريدكتيف بالظبط كده. فيبقى ده يعني بي تي 1 وبعدين بعمل بي اف بعد كده بي تي 1 بعدين بي اف ماشي زي ما كانوا بيعملوا تو زونز ومش عارف ايه بس يعني دلوقتي بقى يعني بقى عندنا حاجه في البروجرام اسمها اي تي بي وورد شارجنج عاملين الكلام على فكره بقول عليها احسن خلاص. فاحنا عملنا الديتكشن اكوردنج للزونز اللي احنا ظبطناها والجهاز هيتعامل اكوردنج خلاص. الديتكشن ده مختلف عن ايه سيكونشال يعني حاجات ورا بعض فتقول انا حسيت مثلا من 20 بيتس دول حسيت 18 في البي تي زون فابتدي اشتغل ماشي ده اسمه سيكونشال. بس ده بحاجات بالبرمجه على اساس ما انت بتبرمجه طبعا يعني في البرمجه كده اصلا يعني البرمجه اللي انت لو حسيت 18 بيت لازم من 30 بيت او 40 بيت انت في البروجرام بتاعك انت بتحدد يا اما ديوريشن يا اما ديوريشن يعني تقول له مثلا في 10 ثواني او 20 ثانيه انا شفت كتير وحسب الجهاز يعني الالكترونيك مثلا كذا يعني تقول له مثلا بي دي 10 ثواني او 30 ثانيه ده بوست الالكترونيك حاجه اوفر حاجه يعني مثلا نقول لك بس كنت شايف ديتكشن السيكوينشال ديتكشن بص الجهاز الاول دخل في التاكيكارديا ديتكشن انترفل خلاص الجهاز ابتدى يحس ان عيان ابتدى يجي له هارت ريت اسرع ده الجهاز عامل كده ماشي ماشي العيان في الهارت ريت عادي كده بعد كده ابتدى يخش في الديتكشن زون ابتدى يعد يعني واحد طلع من ديتكشن بس رجع يعد تاني دي ديتكشن انترفل بتاعتنا ده ان في شويه جواها وشويه بره فانت مظبطه انه مثلا يا اما هتعمل نمبر ابسولوت نمبر يعني تقول لو انت حسيت مثلا 12 بيتس في الديتكشن انترفال انت بتعرف الكلام فهو عمل كده راح عدد واحد اثنين في الديتكشن وبعدين لما طلع بره الديتكشن زون عمل ريسيتنج تاني ابتدى يعد 1 2 3 4 لحد ما وصل 8 بيتس قال لك لا يا عم ده هي بيبص على ويندو اوف 10 بيتس مثلا اوكي التاني كان بيعمل ايه؟ معلش بس لما اخش كتير من بعض. سيكونشال ورا بعض. سيكونشال ورا بعض. سلايدنج اللي اتكلمنا عليه اللي هو حاجه اوت اوف حاجه. ده اللي سلايدنج عليه. ده السلايدنج. خلاص يعني مثلا تقول لي سبع اوت اوف ثري انترفلز في الزون انت عليها ترم. مش عاجبني. انت عليها ترم. ماشي الكلام وانت اللي بتحدد الارقام. انتوا فين؟ انتوا ايه رايكم احسن سين ولا فيو تشامبيون؟ عشان هيبقى الاعلام عشان ديسكريميشن مفيش ترانس بتقول ان السنجل تشامبر اوحش من الديول تشامبر في الديسكريميشن خلاص الديول تشامبر دي وان بنفيت مهمه جدا في العيانين محتاجين بيسنج اتريال بيسنج مش فنتريكلر يعني مثلا انت مركبه العيان عنده لون كيو تي سندروم وانت هتدي له بيتا بلوكرز بالعبيط فانت دلوقتي الهارت ريت بتاعه هيبقى 40 فانت محتاج تعمل له اتريال بيسنج ماشي الكلام فتركبه زي دول تشامبر اي سي دي زي دول تشامبر ايوه عندك نيت في اتريال ونيت في باتش اوكي فده دول تشامبر اي سي دي ميستو في برادي كارديا بيسنج ميستو الثانيه اللي هي يعني احنا بنستريح لان بقى شايف عندي حاجه اسمها اتريال تشامبر هتساعدني انا في الديسكريميشن لكن مفيش ترايلز بتقول ان ده احسن من ده. طيب السنجل تشامبر ديسكريميتور اللي احنا عارفينها كلنا اللي هي الاستابيليتي الاستابيليتي دي معناها ان الهارت ريت بتاعنا ستيبل يعني ريجولر ولا الريجولر عشان نفرقه عن الاي اف الاونست هل هو بدا سادن اونست يعني ده اريتميا فعلا ولا جراديوال يعني زي ساينس تاكيكارديا اخر حاجه المورفولوجي مورفولوجي يعني شكل الريتم بتاعنا ده ايه انت اروح كل ايه اقعد ما اداش وارجع ولا استنى درجه قد ايه لا حاجه كل يوم مورفولوجي مورفولوجي دي يعني شكل التمبلت الجهاز اللي خزنه دورينج الساينس شبه شكل اريتميا دي ولا مختلف لو شبهها يبقى ده الساينس بتاع العيان لو مختلف يبقى احنا بنفكر في امبلس طالع من حته غير الكوندكتيف سيستم الطبيعي اللي هي تقريبا من فينتكل يعني يعني زي ما يكون كان بيشوف بي في سي شكلها مختلف ماشي الكلام. طيب السستين ديوريشن اوفر رايد ايه السستين ديوريشن في الديفايسز يقول لك حاجه اسمها لو التاكيكارديا دي عدت ديوريشن معين تعامل معاها لانها بتريكتر تاكيكارديا او وات ايفر هي دي احنا بنعمله اوف ده على فكره يعني سكرين جود عامله اوف مش منطقي لان هو هيدي على ساينس تكرارية كتير ومالوش لازمه مش ديسكريمينيتور يعني فده موجود في الديفايسز ماشي الكلام. الديول تشامبر هيزيد على دول يعني دول موجودين هيزيد عليهم اللي هي اهم واحده فيهم اللي هي الاي بي ديسوسيشن
يعني لو الفنتريكولار ريت اعلى من الاتريال ريت يبقى ده فنتريكولار تاكيكارديا. طب افرض الاثنين زي بعض هل ده يمنع؟ عندنا فنتريكولار تاكيكارديا والوان وان كوندكشن بالذات لو شاب صغير. اوكي؟ حاجه ثانيه ان هو يقدر يعني يحدد الشامبر اوف اوريجن ايه اللي بدا التاكيكارديا؟ هل فنتريكولار ولا ايه؟ مش كل الديفايس بس الديفايس ده بتعمل كده. حاجه ثالثه ليه كويس الشامبر اوف اوريجن ايه؟ بس مش شرط برضه. لا لان ممكن سوبر فنتريكولار تاكيكارديا تبتدي في دي سي. ماشي؟ اكتف او بريماتور ستيميليشن دي يعني بيشوف انهي بي بي سي بدا يدور بريماتور اتريال او بريماتور فنتريكولار كونتراكشن. مش مهم برضه خالص. البي ار باترن دي موجوده في الكترونيك ديفايسز اللي هو الريليشن بين البي والار ويف وبيشوف دي جايه في انهي بارت اوف ذا سايكل. هل تنفع تبقى ريترو جريد بي ويف؟ ولا لا دي انتجريت ولا لا دي ديسوشيتد؟ دي حاجه اسمها بي ار لوجيك. دي حاجه في ميترونيك ديفايسز. اوكي؟ كل ديسكريميتور من دول ليه دروباكس. يعني مثلا الاستابيليتي انت ممكن يجي لك فنتريكولار تاكيكارديا وسلايت ريجلاريتي يقول لك مش ستيبل. وممكن يجي لك اي اف ات فيري رابيد ريت ورايدر ستيبل فما يقدرش يفرق بين الاثنين. الاونست ممكن العيان ده يجي له جراديوال اونست فنتريكولار تاكيكارديا زي ما جت مديني في اكسرسايز مثلا هو عمال يجري وابتدى وهو بيجري جاله فنتريكولار تاكيكارديا يبقى ده جراديوال مش هتمشي معاه الانسر كريتيريا. ممكن يجي له سوبر فنتريكولار ريتم اقصر من الانسر ما يقدرش يتفرق الاثنين. المورفولوجي يا اما العيان ده ممكن يجي له ابارنت كوندكشن سوبر فنتريكولار ويز ابارنت كوندكشن عنده اكسسوري باث واي مثلا عنده باندر برانش بوك كوندكشن مع التكيريتمز العاديه فما يقدرش يتفرق الاثنين. هو المورفولوجي غير عن تمبلت بس ما يقدرش تعرف هو ايه منهم صح. فكل واحد منهم ليه دروباك. فدايما بنعمل كومباين ديسكريميتورز يعني اقول للعيان الجهاز مثلا لو انت لقيت 2 اوف 3 من دول ماشيين تعمل على انها فنتريكولار تاكيكارديا. ماشي الكلام؟ المورفولوجي كرايتيريا بتاعت الاي سي ديز مش كلهم زي بعض. يعني في اجهزه اعلى من اجهزه او ليها يعني او ليها طرق مختلفه من الديتكشن. يعني مثلا مترولوج شغاله بحاجه اسمها الويفلتس. الويفلتس دي هي مقسمه الار ويف لديفرنت بورتس وتقول لك احنا بناخد التمبلت ده ونحطه على ده ونشوف الاثنين زي بعض. هي دي ولا مش دي؟ بالظبط كده دي اسمها الويفلتس. وبيقول لك هم بيريكومند انت تستخدم الويفلتس لوحدها من غير حاجه ثانيه اللي هتقول لك يعني الدنيا فيها ايه. بوسطن عندهم حاجه اسمها ريثم اي كيو ريثم اي دي. ريثم اي دي ده نفس الفكره بس انا لما مقسمها ويفلتس مقسمها فيكتورز في السبيس. يعني ايه؟ يعني فيكتورز في التايم اند سبيس. يعني يشوف مثلا الار ويف بتاعته دي عامله كده نيجاتيف بوزيتيف قد ايه والديوريشن بتاع كل نيجاتيف بوزيتيف قد ايه ويعمل برضه ابلكيشن ده على هي ايه اسمها ريثم اي دي. يعني الويفلتس الويفلتس ده ميكترونيك ريثم اي دي ده بوزيتيف. اوكي؟ متفقين؟ طيب الديول تشامبر كريتيريا زي ما قلنا ان ممكن يبقى عندك دي تاج مع 1 تو 1 كوندكشن. ممكن يبقى العيان عنده دبل اريتمس. ايه اف وهي شكلها تكتب. اوكي؟ ماشي؟ ده الكلام اللي احنا قلناه يعني ازاي بنشرح تاني اللي هي الديتكشن. يا اما هنعمل 8 تو 10 انتربلز يا اما الديوريشن من 2 ل 15 مينت. هتلحق على الاخر كده؟ الحمد لله. السلام عليكم. اشوفك على خير. السلام عليكم. اوكي ده نفس الكلام اللي قلناه ازاي الديتكشن ممكن يختلف. يعني قصدي ممكن ان الديسكريميتور تبقى فيها مشكله من الحاجه الثانيه. نقطه مهمه برضو ان الديسكريميتورز مش بتشتغل في البي اس. نخش سريعا في الثيرابي. الثيرابي اول حاجه اللي هي الانتي تاكيكارديا بيسنج او نسميها اوفر درايف بيسنج. الفكره انت بتدي بيتس اسرع من التاكيكارديا بتاعت العيان مش تعملها اوفر درايف فممكن توقف البيتس او التاكيكارديا الاي سي دي ممكن تديها تو فورمز حاجه اسمها بيرست تدي كولد سايكل ده لو التاكيكارديا بتاعت العيان مثلا 160 اوكي بس وتوقف وتشوف هيحصل ايه. حاجه اسمها رامب اللي بتعمل اكسلريشن جوه السيكونس هو الحقيقه اكسلريشن بين السيكونس واللي بعديه. في حاجه اسمها رامب بلس بتعمل اكسلريشن ودي السيكونس نفسها. سهل ولا صعب؟ يعني مش مفهومة. يعني فيرست
الريست كلها بنفس السايكل اللي زي ما انت شايف كده. اوكي كل يعني كل البيتس اللي هتديها على ريت 170. الرام بتعمل اكسلريشن يعني مره على 170 اللي بعديها على ريت اعلى 180 يعني سايكلينس بتقل 190 وهكذا. خلاص الرام از مور اجريسيف بس نسبه ان هو تدخل عيان في اكسلريشن التاكي كارديا اعلى شويه. اوكي حاجه تفضل ايه بقى؟ انا بفضل البالست الحقيقه. انا بعمل انا بعمل 3 بالست بس في العيان. اوكي طب بظبطها يعني يعني ازاي؟ بص انا بظبطها بحاجه اسمها رول اوف 8. يعني ايه؟ بدي 8 بيتس في كل سايكل بديها على 81% من السايكل لينس بتاعت التاكيكارديا. اوكي يعني هتبقى اسرع وقت التاكيكارديا يبقى راوند 20% وبدي يعني هم بيبقوا 3 بس بديهم 8% يعني 81% قصدي من 8 بيتس كلها. يعني مثلا لو السايكل لينس بتاع التاكيكارديا 100 حاجه دي 80 بالظبط. اوكي ماشي كده. طيب الاي تي بي ميزتها زي ما قلنا انها بينلس يعني ما بيحسش بوجع بتطول في عمر البطاريه. يعني في نسبه كبيره من الفنتريكولار تاكيكارديا بالذات المونومورف بتريسبوند للاي تي بي. وحشيتها الوحيده انها ممكن تعمل اكسلريشن للتاكيكارديا. عشان كده في اجهزه في حاجه اسمها السمارت مود. يعني انت دلوقتي اديت العيان ده اي تي بي 3 بارست مثلا ورا بعض بالكريتيريا اللي قلنا عليها ولسه التاكيكارديا مكمله. هو طبعا بين كل ثيرابي والثانيه الجهاز بيقف يعمل حاجه اسمها ريد ديتكشن. يعني شوف التاكيكارديا شغاله ولا وقفت. هو وقفت كمل التاكيكارديا لسه شغاله ساعتها بيقرر يدي شوكس. الشوكس انا بظبطها على الماكسيمم جولز فروم ذا ستارت. يعني مثلا لو الجهاز ماكسيمم جولز بتاعته 35 انا بظبط على 35 من اول شوك. يعني هو وجع 30 زي 35 بس انت عايز التاكيكارديا توقف. اوكي؟ فعلى 35 جولز فروم ذا ستارت. اوكي ونشوف هو بيدي ويشوف ويفت خلاص ما وقفتش يروح مدي تاني اب تو 5 شوكس. خلاص في اجهزه في البي اف بتدي حاجه اسمها اي تي بي ديورنج تشارجنج. يعني وقت ما الجهاز بيشحن لسه شايل لي شوكس حتى لو هي بي اف. يعني بعض البي اف ممكن تقف بالاي تي بي يروح مدي اي تي بي الاول ويعمل ديتكشن تاني يعمل لي شوك. كان زمان ما فيش ديتكشن حاجه اسمها كوميتد شوك. كوميتد يعني اول ما شحن يبقى لازم يدي البتاع فتلاقي العيان التاكيكارد بيقول لك روح تشوف برضه فده بطلوا بقى حاجه اسمها مانتا بورت خلاص ما حصلش حاجه كده ما عملتهاش شخص يعني. ماشي الكلام؟ متهيألي كده خلصنا يعني بقيه الحاجات اللي هي يعني براند كارديا باك اب بوست شوك بيسنج. احنا عارفين الجهاز ده اي اي سي دي ممكن يعمل براند كارديا بيسنج عادي خالص زي بيس ميكر. وبوست شوك بيعمل بيسنج بهاي فيري هاي فولتج. يعني المان كارديا بيبقى ستاند شويه فلازم يدي هاي فولتج اب تو 7 فولت عشان يقدر يعمل بيسنج. خلاص يبقى فيري شورت ديوريشن. خلاص الكاونترز والالكتروجرامز دي فيري امبورتنت جدا لما تيجي تعمل فول اب انت تشوفها تشوف الالكتروجرامز اللي مخزنها عامله ازاي. هل التاكيكارديا دي فعلا تاكيكارديا ولا ارتفاكتس ولا ابنورمال دي يعني هنا كوبن شوكس ولا ايه؟ الماجنت ريسبونس اوف اي سي دي يعمل ايه الماجنت في اي سي دي؟ بس بس بيوقف الثيرابي بس لكن ولا بيوقف السنسنج ولا الديتكشن ولا البيسنج. يعني عيان مركب اي سي دي ومحتاج بيسنج وهو بياخد وهو داخل في ستورم حط له ماجنت هيوقف الشوكس بس مش هيوقف حاجه ثانيه. مش المفروض يقلبوا فيو في الاي سي دي مش المفروض يقلبوا فيو. ريكومندد ريبليسمنت تايم ده يعتمد على عمر البطاريه وعمر التشارج تايم اللي احنا بنعمله. مش الكلام تختلف طبعا من شركه للتانيه. متفقين؟ بس دي الحاجات بقى اللي كان بنقولها زي الدايت بانكس. لا ما دام الليميتيشنز دي كانت حاجه صعبه. يعني بص البطاريه هنا دي بلاتر وولف وده الكورونري ساينس ليد هنا تو دوت ستو. اوكي فهو في ده بيقول لك ان في ليميتيشن في امبلانتيشن اناتومي. كورونري ساينس ازاي؟ انا عندي كذا حاله عندي كذا حاله لفت اكسبرس ازاي؟ طب هو صعب وبياخد وقت طبعا. يعني عشان كده بيقول لك ليميتيشن. هم ليه اخترعوا بقى السبتينس اي سي دي؟ عشان الحاجات دي عشان دي ليك بروبلم. يعني ده ليك شايفين حصل فيه انسوليشن بريك ازاي؟ دي بتتكسر خالص. خلاص ده كان فولتي يعني كان الامبلانتيشنز فيها مشكله اللي هو تحت الكلاب كده.
The failure rate that transvenous leads, okay? And in 8 years, can 0.8% failure rate. Yeah. بس ده سبتينيوس اي سي دي بقى يعني مشكله سبتينيوس اي